لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على كل حال. ربنا يعوض عليك يا عم شلالي. ونعم بالله، كل شيء نصيب. كده مش هنركب مع عم شلالي لحد ما يصلح المركب بتاعته. وهنركب البتاع السريع ده؟ أني بخاف منه. أني عم شلالي صعبان علي جوي. بص يا بكار، مين اللي جاي هناك؟ مش ده الراجل صاحب اللانش السريع؟ ايه اللي حصل ده؟ بس دي خسارة كبيرة. معلش يا عم شلالي، معلش، قلبي معاك. الحمد لله على كل حال. طب تعال يا عم شلالي، انا عايز اكلمك في موضوع كده. تفتكر يا فارس الرجل ده كان معدي من هنا بالصدفة؟ يعني ايه؟ مش عارف يا بكار. أنا مش مطمن. قلت ايه يا شلالي؟ هتبيع لي المركب على كده؟ مش عارف يا زناتي، سيب لي وقت افكر. مش محتاج وقت، عشان انت مش محتاج مركبة. خلاص المركب بايظ وحيكلفك كتير قوي عشان تصلحه، وعشان تلاقي فلوس لازم تشتغل، والناس كلها بقت بتركب معايا. أنا صعبان علي حالك وعايز أساعدك. إيه؟ وهي دي مساعدة؟ أنت عايز تاخد مني المركب اللي ورثه عن أبويا؟ بس ما بقالوش لازمة. عموماً فكر ورد علي. سلام عليكم. وعليكم السلام. رجلي مش شايلين، عمالة ترتعش من ساعة ما نزلت من اللانش المرعب ده. خوف قوي. بس المهم يا بكار انك وافقت تركب اللانش السريع اخيرا. انا بس وافقت عشان عم شلالي ما ظهرش خالص ولا حيظهر تاني. اصل اللانش اكل منه السوق. بقى ذكريات. خلاص بدا ذكريات. ترارارا. تصدق فكره؟ فكره؟ فكره ايه؟ في حصه الرسم الاستاذ طلب مننا نرسم لوحه عن حاجه من ذكرياتنا السعيده، واني هرسم مركب عم شلالي واحنا راكبين فيه ومبسوطين. لازم الاول اروح بسرعه اجيب الوان وكراسه رسم جديده. فنان قوي الواد بكار ده، كل حاجة يحولها اللوحة. يا سلام عليك يا بكار. ايه ده انت لسه رجلك بتترعش يا فارس؟ بس دلوقتي مش من الخوف، من الجوع.